يطل علينا زعيم الكبتاجون من بوابة قمة الرياض ليعطي دروسا بالأخلاق والقيم الإنسانية ويدعو لوقف التطهير العرقي في غزة. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد وقاحة هذا المخلوق وكأنه كان يرمي السوريين بالورود منذ 13 عاما، يحاضر بالشرف من لا يمتلكه. كل بيت في سوريا يحكي قصة مجزرة ارتكبت بيد سفاح العصر، لا يسعني المقام لأن أطيل الحديث هنا كثيرا حولها، فها هو التاريخ أمامكم، وتلك الأيام قد مرت بقساوتها وعذاباتها على يد ميليشيات طائفية اجتمعت لتساند من يدعو اليوم لوقف التطهير العرقي. تلك كلمات مما جاء في كلمة الكبتاجونجي الأول في العالم أمام زعماء يقال عنهم عرب وإسلام. المكان العاصمة السعودية الرياض، الزمان بعد أكثر من عام على مذبحة غزة والمجتمعون نيام. قمة عربية إسلامية غير عادية، هكذا سميت هذه المرة. سبقتها قبل عام قمة تحمل ذات الاسم لكنها لم تكن غير عادية بل كانت طارئة. بالحديث عن سوريا، لم تستطع الدول العربية نزع العباءة الإيرانية عن بشار الأسد منذ أن حضر أول لقاء عربي على مستوى الرؤساء، ومع كل ما قدم له من وعود وعهود إلى أن الأمر لم يحسم بعد بالنسبة للأسد طبعا إذا كان يملك من أمره شيئا. تأتي قمة الرياض بتزامن مع الحلقة 22 من مسلسل أستانا الذي فاق باب الحارة بالدراما التي يقدمها دون تحقيق أي تقدم يذكر، ومع ما يعيشه الشرق الأوسط من تقلبات وتوترات مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يدور الحديث عن نية ترامب سحب قوات بلاده من سوريا. فهل تنجح الدول العربية في إبعاد الأسد عن العباءة الخمينية؟ ولماذا تدعو السعودية بشار الأسد للمشاركة في هذه القمة؟ وعن أستانا، ما الجديد في الجولة 22؟ وأما آن للمعارضة أن يعلموا حقيقة أستانا وما قدمته من خدمات للأسد وحلفائه. كل هذه التساؤلات أطرحها على ضيوفي الكرام لهذه الحلقة الجديدة من بين السطور عبر زوم من اسطنبول، الكاتب والصحفي السيد أحمد كامل. تحية طيبة لك سيد أحمد. مرحبا، حياكم الله. ومن مدينة غازي عنتاب التركية المحامي والناشط الحقوقي السيد عبد الناصر حوشان. تحية طيبة لك سيد عبد الناصر. حياكم الله يا مرحبا. حياكم الله. أبدأ معك سيد أحمد. بداية، في القمة العربية السابقة قبل عام فشلت الدول العربية في احتواء الأسد وإبعاده عن إيران، هل تنجح في هذه القمة في إعادة بشار الأسد إلى الحضن العربي مع ما تشهده المنطقة من توتر وضعف لما يسمى بمحور المقاومة والممانعة؟ طبعا كل هذه المصطلحات مصطلحات نظرية، ما في شيء اسمه الحضن العربي، ما في شيء اسمه الدول العربية، الأنظمة العربية، توجهات، وكل مين إيده إله بالمعنى الدقيق، أدق عبارة علمية، هي كل مين إيده إله. كله اللي حاضرين في القمم كل واحد همه كيف يقمع شعبه ويستمر في السلطة، ولذلك عندهم تعاطف فطري طبيعي طبيعي. نعم. يعني مثل إذا كان في مستشفى فيها 20 مصاب بالسرطان، هدول 20 مصاب بالسرطان بدهم يضبوا على بعضهم، بدهم يحبوا بعضهم، بدهم يحكوا مع بعضهم. نعم. هدول 22 مصاب بداء الاستبداد والخوف من الجماهير والرغبة بقمع شعوبهم، فبيحبوا بعضهم، بيحبوه لبشار، والله العظيم بيحبوه، أقسم لكم بيحبوه، لأنه واحد منهم، هو منهم وهن منه. نعم. وفي أشياء مشتركة بيناتهم كتير من الأشياء اللي مختلفين فيها. هلأ الكل متفرجين عم بيشوفوا أنه في حديدة حامية، في واحد اسمه نتنياهو وحش بكل ما لكلمة وحش من معنى، مجرم إلى أقصى درجات الإجرام، وفلتان على الآخر، ولسه رح يفلت بعد 70 يوم، رح يفلت أكثر بس يجي ترامب إلى قمة مع استلام ترامب للبيت الأبيض في أمريكا. فكل هدول اللي قاعدين شفتهم مبارحة بالقمة العربية مو الإسلامية، الدول الإسلامية في منها
زعماء منتخبين وبتهمهم مصلحة بلادهم وبيفكروا بشعوبهم. العربية ما في، كلهم عم بيفكروا هلأ كل شيء براسهم. لماذا شو دعي بده إذن نتنياهو؟ أستاذ أحمد، شو بده نتنياهو؟ لماذا دعي بشار الأسد إلى القمة إذا كان كما تفضلت؟ لأنه منهم، ليش ما يدعوه؟ هو واحد منهم، ليش ما يدعوه؟ لما كان خارج القمة العربية كان غلط، كان شيء ما طبيعي، كان إنه هالمجموعة المتجانسة جدا، المتفاهمة جدا، اللي أهدافها واحدة، اللي أسلوبها واحد، اللي مشاكلها واحدة، اللي الأخطار اللي تتعرض لها واحدة، هدول كلهم ليش ما يدعوه؟ ليش ما يدعوه؟ وبعدين يعني المعلومات بتقول إنه الإمارات خاصة والسعودية عم بتقول له دير بالك يا بشار، في حديدة حامية. هذا نتنياهو فلتان وما في مين يرده، ولسه هلأ جاي كمان ترامب فتعى معنا زودها يمكن. بعد شوي عن إيران. السؤال هو هل يستطيع بشار أنه يبعد عن إيران؟ أنا ما أستطيع أن أجزم. في معلومات أكيدة من عدة جهات، من صحافة عربية وسورية وعالمية، تقول أنه بشار عم بيساعد إسرائيل على ضرب حزب الله في سوريا وعم بيحاول يبعد عن إيران، ولكن هل ينجح في ذلك؟ أنا أشك في ذلك، لأنه الآن النظام بشار الأسد بخلاف ما يظن البعض في أسوأ لحظة في تاريخ هذا النظام الأسدي العلوي في سوريا، أسوأ لحظة، لأنه أمام خيارين، يا بيوقف مع إسرائيل ضد إيران، يا بيوقف مع إيران إيران ضد ضد إسرائيل إسرائيل، وإذا وقف مع إسرائيل إيران بتقتله، وأنا هذا بتوقعه أنه بالحالتين مو يحصل، مخلص معهم. أو إنه يوقف مع إيران ضد إسرائيل، وهذه إن شاء الله يعملها، يا رب يعملها. نعم، أعود إليك أستاذ عبد الناصر. في الآونة الأخيرة كما تعلم كثر الحديث عن محاولات لتقارب تركي مع نظام الأسد. الآن في قمة الرياض شاهدنا مغادرة الرئيس التركي أردوغان لقاعة القمة مع إعطاء الكلمة لبشار الأسد. هل يعكس هذا عزوف تركيا عن التقارب الذي كانت تسارع إليه في الماضي؟ تحياتي لكم. طبعا بالاساس كانت المقاربه التركيه ليست تطبيع بمعنى التطبيع يعني المعروف، انما كانت هناك محاوله لاختراق جهات الجمود في الملف السوري من خلال يعني الاستجابه للضربات او الضغوط الروسيه والايرانيه لموضوع التطبيع مع النظام، لكن كان هناك شروط تعزيزيه بالنسبه لتركيا قدمتها للنظام، وبالتالي يعني هذه الشروط هي تمثل حد ادنى يعني ما يتضمنه القرار في 254، وبالتالي هذا يعتبر يعني من ضمن يعني اطار حل النهائي. وبالتالي عندما وجهت تركيا بموقف متصلب من النظام ورفضه لهذه المقاربات شكلت عند تركيا قناعه بان هذا النظام غير قابل لا للتعاطي معه باي ملف من الملفات، سواء كان عن طريق الحلول السياسيه او عن التقارب. بالتالي اليوم انا ارى، اضف لذلك انه خطاب او كلمه بشار الاسد في القمه كانت بمنتهى القرف ومنتهى النفاق والكذب يعني والمزاوده، اليوم يزاود على كل الحاضرين من العرب والمسلمين في هذه القمه بانه نسف ايضا يعني كان في مدلول فيدرالي بموضوع يعني التعريض بموضوع مبادره السلام العربيه وانها كانت من الادوات التي لم تجدي، وبالتالي كان هناك ايضا كان يعني يحاول فرض رؤيته انه المقاومه هي الحل الوحيد ولا داعي لمبادره السلام، اذا كانت هناك استهداف لموضوع اولا المبادره العربيه للسلام وايضا الكلام عن موضوع المقاومه في تحرير البلدان او الاراضي المحتله، هذا ايضا تعريض بتركيا لانه يعتبر الوجود التركي في سوريا هو احتلال. فبالتالي الانفصال عن الواقع والمزاوده وايضا هو مجرم ويحاضر في حقوق الانسان وبين قوسين هو عاهر ويحاضر بالشرف، فبالتالي يعني على كل حر او اي شخص يحترم نفسه لا يعني لا يقبل ان يستمع من هذا الرجل او هذا المجرم اي حديث لا عن الحقوق ولا عن الوطنيه ولا عن اي شيء من القيم الانسانيه. يعني بالتالي من الطبيعي انه اليوم يغادر الرئيس التركي القمه عند اسناد الكلمه لهذا المجرم. يعني هل تعتقد سيد عبد الناصر ان ربما يعني الامور تتطور الى حديث ربما او الى ان يعاد
فتح ملف التقارب من في الأيام القادمة أو في الأوقات القادمة؟ لا ابدا، انا اعتقد انه بالاصل يعني موضوع التقارب او الرغبه او يعني استجابه التركيه كانت لسد الذرائع ولأمام يعني لضمان عدم التصادم مع روسيا بالتحديد، يعني هذا كان انا هذه مقاربتي. فبالتالي اليوم احنا ايضا راح نشهد امر اخر، وهو ان هناك يعني مزاج رسمي تركي يعني يقول ان هناك انسحاب للقوات الامريكيه من سوريا، وبالتالي اليوم هذا اعاده انتشار او حتى يعني اعاده الانسحاب، هذا يعني اعتقد انه سيلقي بظلاله على مؤتمر استانا، من خلال ان الجميع اليوم الروس والنظام والايرانيين سيحاولون املاء الفراغ بدل القوات الروسيه بدل القوات الامريكيه، وكذلك الامر تركيا يعني تقاتل لان تكون هي البديل عن قسد، وبالتالي يعني انتشار القوات الجيش الوطني في هذه المنطقه. اعتقد ان هذه الامور يعني ستلقي بظلالها على موضوع التقارب بين النظام، وانا اعتقد انه لم يعد هناك ايضا مجال للتقارب بيننا. نعم، سنعود أو في سياق هذه الحلقة لمناقشة أيضا اجتماعات أستانا أو جولة أستانا 22 معكم. أعود إليك أستاذ أحمد، ما الدوافع للسعودية اليوم لأن تدعو أو تدعو بشار الأسد إلى القمة العربية؟ هل هناك تغير أو تحول في السياسة السعودية تجاه سوريا أو تجاه نظام الأسد على وجه التحديد وتجاه إيران، التي هي يعني يقول لك قائل أن إيران هي داعمة للحوثيين في اليمن، هي بالتأكيد فهي بالنسبة للسعودية عدو كون السعودية أيضا تقاتل الحوثيين باليمن. النظام السعودي مستسلم لإيران ولا يستطيع أن يفعل أي شيء مع إيران، ويجب أن تقرأوا رسالة كتبها تركي الفيصل اللي كان رئيس المخابرات السعودية، تركي ابن الملك فيصل، وهو لا يشبه أبوه أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. بعث رسالة البارحة عبر صحيفة إماراتية اسمها The National، رسالة إلى ترامب، وعم بيقول له دخيلك يا ترامب الحقنا، تم قطع رأس حماس وحزب الله ولكن الإسرائيليين لسه عم ينضربوا، لسه في صواريخ عم تنضرب على إسرائيل، فأنقذ إسرائيل أنقذ إسرائيل. وواضح أنه معادي لإيران عداء شديدا شديدا، ولكن عداء الجبان اللي ما بيحسن يواجهها، بده حدا تاني يروح يحارب إيران نيابة عنه. وعلاقاته مع إيران ويمكن علاقاته مع النظام كلها في هذا الإطار، حتى إذا إجت ضربة إسرائيلية لإيران يقول له أنا ما دخلني، أيوة أنا ما دخلني، هيك مشان يقول له للإيراني، هن بهالبساطة وبهالتفاهة وكل الحاضرين في القمة العربية نفس الشيء، عقول صغيرة وناس بده تخلص القمة وتخلص هالمعارك مشان يفكر بهيفاء وهبي وفيفي عبده ورونالدو، وهذا همه، هذا همه، فبده يخلص من الحروب هي بدون ما يتورط بموقف، بدون ما يتورط بموقف. هو ضد إيران للموت بس بخاف من إيران، بخاف، فبده حدا تاني يحارب إيران نيابة عنه، وهو مستعد يدفع له. هلأ ترامب بيقول له بنضرب المفاعل النووي، هاي بتكلف 50 مليار دولار أو 100 مليار دولار أو 200، بيقول له حاضر سيدي، هاي ال 200 مليار دولار وضربوها. وإذا إيران جنت فهو ببساطة شديدة، عم بحكي بطريقة فلكلورية ولكنها حقيقية، هو ضد إيران بس بخاف من إيران، ضد إيران بس بخاف من إيران، مثل أشقائنا اللبنانيين اللي ضد حزب الله ومبسوطين جدا بالضرب اللي عم يتعرض له حزب الله، وليل نهار بيقول لك يجب وقف هذه الحرب على لبنان، العدوان على لبنان، أهم محطة لبنانية معارضة لحزب الله على الموت، شعار الآن، شعار القناة الآن العدوان على لبنان، وهي عارفاني أنه هذا ما هو عدوان على لبنان، وبقلبها مبسوطة في بسط كل صاروخ عم ينزل على حزب الله، هي بترقص. امبارحة كنت عم بحكي مع ناس جايين من لبنان قالوا لي والله في السنة في لبنان كانوا زغردوا لما قتل حسن نصر الله، بس رسميا بيقول غير هالكلام، والسعودية اللي بتقوله رسميا هو غير، ما في قلبة، ما في قلبة، بدها حاسة بالخطر الإيراني كتير
كتير مو شوي، وبدها حدا تاني يضرب لها إيران لأنه هي ما بتحسن تضرب كلامنا حدا هون داخل السوق استاذ كله. احمد، هون تعمقنا قليلا في الشان الايراني. ما يهمني اكثر هو نظام الاسد بصراحه، يعني حتى لا نتشعب كثيرا في او نخرج عن سياق الحلقه تكرما. خليني ابسط لك اياها بنفس الطريقه نعم. الفولكلوريه. هذول بيروحوا لعند بشار بيقولوا له لك يا بشار انت مننا، شو بدك بهالصرعه مقاومه وكذا، تعال معنا والحديده حاميه يا بشار، هذا نتنياهو مجنون وعنده سلاح وعنده كارت بلانش، ما في حدا يقول له لا، فتعال معنا ممكن تنفذ اذا بتيجي معنا، انه انت ابعد عن ايران وعن حزب الله بتنفذ. ولكن هو بيعرف وكلاتنا بنعرف انه هو ما بيقدر يتخلى عن ايران، لانه في سوريا في 10 جيوش اجنبيه، بس اللي في مناطق النظام اللي بعيدين عن قصر النظام 50 متر واحتمال موجودين في قصر النظام هن فقط الايرانيين، ما في روس على الارض، في طيارات روسيه، روسيا نعم. موجوده في مجلس الامن الدولي، والجنود الروس الموجودين على الارض قليلين جدا وما داخلين بقلب النظام مثل النظام الايراني ومثل حزب الله. صحيح. ولذلك انا اعتقد سجلوها علي انه بشار الاسد بده يقتلوا يا حزب الله يا ايران، وهن شيء واحد حزب الله وايران، لما يكتشفوا انه عم بيخونهم الخيانه العظمى وهو حاليا عم بيخونهم. ربما واذا إسرائيل بدك أيضا تقتله أستاذ أحمد إذا وقف أو إذا كان إلى جانب، كما أسلفت قبل قليل وأشرت قبل قليل إلى أنه يا إسرائيل يا إما إيران راح تقتله، فأنت أن تجزم أن الآن يا إيران يا حزب الله. لا، هن واحد، إيران وحزب الله واحد، إيران وحزب الله شيء واحد قطعا، ما في أي اختلاف أكيد. بيناتهم، بس هو عم يلعب شوي إنه أنا ضد حزب الله أكثر من ضد إيران، بس لعبة وصار عم يلعبها كثير، نعم ما عاد تنلعب الآن، ما عاد تزبط، إنه كشفت. أنا هو بشار لا سمح الله أكون أنا، إنه أنا يا بشار الأسد مع إسرائيل ومع إيران بنفس الوقت، يرضي الاثنين أو نعم ما يزعل حدا من الاثنين، ما قطعنا توقعاتي ما بقى تزبط، كانت ظابطة سابقا لا يزعل هذا ولا يزعل هذا، بس نعم الآن الموجة كتير عالية وكتير صعبة، خاصة بعد ما يجي ترامب، بعد ما يجي ترامب رح يصير الموضوع أصعب 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 سيتعقد بكتير، أكثر. إنه على بشار إنه ما يزعل إيران وما يزعل الإسرائيلي، هاي رح تكون شبه مستحيلة وبتوقع أنه يروح فيها بشار. سننتظر أو سنرتقب الأيام القادمة مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض. أستاذ عبد الناصر، في ختام الجزء المخصص لقمة الرياض، هذه القمة ماذا ستضيف للواقع اليوم في الشرق الأوسط بشكل عام ولغزة على وجه التحديد؟ هناك متغيرات، هناك توترات في المنطقة، هناك مستجدات أيضا في المنطقة، ماذا ستضيفه قمة الرياض؟ أوعدنا إلى يعني قرارات القمة الأولى الاستثنائية الأولى اللي كانت هي أساس لهذه القمة، وجدنا المخرجات أنه كانت هناك محاولات لوقف العدوان، وقف الإبادة، تقديم إيصال المساعدات، وأيضا عدم توسيع الصراع وحماية المدنيين. اليوم عم نتكلم عن 44 ألف شهيد و103 ألف جريح، جريح. نعم. وأيضا أكثر من 10,000 مفقود، يعني هناك أكثر من 157 ضحية من ضحايا هذا العدوان على غزة خلال السنة، خلال ألف. بين قمتين، نعم. وبالتالي وامتداد الصراع إلى لبنان، وامتداد الصراع أيضا إلى سوريا، وأيضا إلى إيران. إذا لا يمكن لهذه القمة أن تأتي بشيء جديد، لا على مستوى إخوتنا، يعني نصر إخوتنا في غزة، وبالتالي ستستمر آلة القتل الإسرائيلي في سفك الدماء كنا في فلسطين، وأيضا ستتوسع عمليات العسكري الإسرائيلي باتجاه الجنوب. اليوم صباحا كانت هناك عمليات لتجريف وبناء طرق، ويعني وإنشاء طرق وشق طرق في المنطقة المعزول السلاح بيننا وبين الجولان، ويتم تزفيت هذه الطرقات على مر أو نسمع من النظام، ولم يأتي على ذكرها حتى الآن، بالعكس كانت القوات الدولية هي التي أدانت هذا الموضوع واعتبرته أنه يتناقض مع اتفاقية الهدم، وهذا
انتهاك لهذه نعم الاتفاقية. إذن هذه القمة لن تأتي بشيء جديد، إلا أنها ستطيل أمد الصراع، أو ستطيل أيضا وتمنح تمنح نتنياهو مزيدا من الوقت لتنفيذ مخططاته في هذه المنطقة. نعم أستاذ أحمد، بالحديث عن جولة أستانا التي تحمل الرقم 22 سبقها 21 جولة، في هذه الجولة أين تتقاطع مصالح الدول الضامنة لمسار أستانا، وما الجديد أيضا في هذه الجولة؟ يعني من يوم ما وجدت أستانا ما كانوا بعيدين عن بعض مثل ما هن الآن. الآن في بأمريكا جاي رئيس أمريكي اسمه ترامب غير بايدن. ترامب هو اللي سمح بالعمليات التركية بالمناطق المحررة، في المناطق اللي يسيطر عليها الجيش الوطني والجيش التركي، الجيش الوطني السوري المعارض والجيش التركي، وبايدن كان ضد ذلك كليا، وبالتالي الآن تركيا غير تركيا، وهذا سبب يمكن ربما انسحاب تدخل الرئيس التركي. بمنطلق قوة أستاذ أحمد إلى المفاوضات أو إلى الجولة هذه مع نعم ورقة رابحة ربما. نعم تركيا بموقع قوة انه جاي رئيس امريكي معه، وهذا افتراض لانه نحن ما بنحسن نضمن انه هذا ترامب ما زال هو، ولكن مبدئيا الاداره الامريكيه تغيرت، والاداره الامريكيه هي اهم جهه موجوده في سوريا. يعني ما ممكن تصير في عمليه تركيه بدون موافقه تركيا، هذا مستحيل ان وقت أمريكا يحصل. روسيا بدها تفرجي انه لا انا ما بسمح بذلك، وإيران في ورطة، إيران في ورطة كبيرة ما عم تعرف شو بدها تعمل. نعم فالمعطيات في أستانا 22 غير المعطيات السابقة كليا، وكل واحد من الثلاثة جاي وعم بحاول، إذا كان هو يعتقد أنه صار قوي مثل تركيا جاي يفرجي أنه أنا صرت أقوى، واللي هو صار فعلا أضعف مثل إيران جاي يخبي ضعفه. فعملية كل واحد بده يفرجي، هي استعراض لآخر المعطيات التي ضربت الثلاثة، وبالتالي ما رح يطلع منها قرارات لأنه الثلاثة عم يستنوا. الإيراني عم يستنى أنه شو رح يصير فيه هو أصلا، لأنه نعم الأرجح أنه ترامب رح يسمح لنتنياهو بضرب المفاعل النووي الإيراني، يعني ضرب رأس إيران، نعم يعني تكسير أسنان إيران، راح تصير إيران وحش بدون أسنان، بدون أسنان. وروسيا بتقول لك هذا كمان ترامب حبيبي وصاحبي وحكينا معه. فالأطراف الثلاثة تتحسس المواقع صورة الوضع الجديد في سوريا بعد وصول ترامب، وهو وضع مختلف ولكن ما واضح 100%. في سياق، فإذا في المعركة نعم في عذرا الحرب على للمقاطعة أستاذ لبنان، أحمد، في سياق المخرجات التي خرجوا بها في جولة أستانا، دعا الجميع أو جميع الأطراف أو الدول الضامنة إلى المحافظة على الهدوء في إدلب، هذا البند الأول. البند الثاني اجتماع مشابه بصيغة أستانا في روسيا يتم على أو على مستويات رفيعة من قبل الممثلين الضامنين للملف السوري، ما تعليقك على هذه المخرجات؟ يعني تمشيت الحال، تمضايت الأمور لبين ما نشوف الصورة الحقيقية، والصورة الحقيقية هي رقم واحد، ترامب هل سيسمح بعملية تركية في شمال سوريا، يعني توسيع المحرر؟ وأنا أتوقع ذلك، هذا رح يحصل ورح يصير المحرر قطعة واحدة. اثنين، ترامب هل سوف يوقع القوانين اللي جمدها بايدن، قانون قيصر، وتوسيع قانون قيصر، مو بس قانون قيصر، الانتقال إلى قوانين جديدة، ومبارحة تم تعيين وزير خارجية معنى 100%، معنى بكل ما للكلمة من معنى، هو معنى، وهو من أنشط أعضاء الكونغرس الأمريكي عداء للنظام السوري، وهو كان عم بيشتغل بقانون منع التطبيع مع مناهضة النظام، التطبيع. يعني تعزيز قانون قيصر، مو بس قانون قيصر تجديده، نعم. وإنما تعزيزه والانتقال إلى مراحل جديدة في هذا الشأن. هدول نعم. إذا حصلوا
المعادلة ضمن أسنانها راح تتغير. وإذا نتنياهو ضرب إيران انتقل بعد لبنان. السؤال الآن اللي عم يشغل الكل هو التالي: بعد حزب الله ولبنان وين بده يروح نتنياهو؟ بده يروح لسوريا؟ بده يروح للعراق؟ ولا بده يروح لإيران؟ أنا بتوقع يروح لإيران، إيران. بس مثل ما بايدن ترامب شخص مزاجي، كمان نتنياهو نتنياهو شخص مزاجي. كل هدول اللي ذكرناهم في الحلقة من الصبح لليوم هن أشخاص عم بيقولوا عم بضربوا أخماسا بأسداد. هذا نتنياهو بعد لبنان وين بده يروح؟ وعم بحضروا حالهم كلهم. يبقى هذا السؤال قيد التفكير، ولا نعلم ما تحمل الأيام القادمة. أستاذ أحمد، أكيد أعود إليك. أستاذ عبد الناصر، تقييمك الآن لهذه الجولة، جولة أستانا 22، خاصة كما أشار الأستاذ أحمد إلى أن هناك متطورات أو تطورات عفوا ومستجدات في المنطقة. ترامب قادم إلى البيت الأبيض، حديث عن انسحاب أمريكي من سوريا، وأيضا كما أسلفت قبل قليل مخرجات لأستانا بمحافظة الهدوء على إدلب، وإنشاء أو تأمين جلسة قادمة على صيغة أستانا في روسيا. كيف ترى هذه الجولة؟ أعتقد أنه سيخيم على هذه الجولة ثلاث نقاط مهمة جدا من خلال سترد المواقف التركية يعني ما قبل هذه الأيام. أولا يعني موضوع فشل التطبيع مع النظام، هذا سيلقي بظلاله يعني أمام ستوضع على طاولة الكلام الحديث بين روسيا بالتحديد، أنه هذا النظام غير قابل للتفاوض معه ولا لإقامة العلاقات الدبلوماسية معه أو تطبيع العلاقات. ثانيا هناك أمر وهو أهم أعتقد، أنه هو التهديدات الإسرائيلية، تهديدات نتنياهو بتغيير وجه الشرق الأوسط أو تغيير وجه المنطقة، وهذا يعني أن هناك، وهذا استشعرت تركيا بهذا الخطر من خلال أن هناك مقاربات أمريكية أو إسرائيلية تقوم على تفتيت المنطقة على أسس إثنية وطائفية. وبالتالي يعني أيضا، وأيضا هناك أيضا امبارح أو كان في تصريحات سموتريتش أنه سيدعم سيتم في تنسيق ودعم الأقليات في المنطقة سواء الكردية وسواء الدروز أو باقي الأقليات، أيضا هذا سيلقي بظلاله على الموقف التركي في أستانا من خلال حرصة على وحدة التراب السوري، باعتبار أن عدد سوريا شعبا وأرضا هي من مرتكزات الأمن القومي التركي. أيضا هناك أيضا كما تفضل أستاذ أحمد توسيع الصراع مع إيران، قد يكون استهداف الإيرانيين في المنطقة يؤدي إلى انسحاب أو مناورة إيرانية للانسحاب من سوريا، فبالتالي أيضا هذا يفرض على تركيا أنه تستعد لملء هذا الفراغ أيضا أو التعامل مع هذا الأمر فيما إذا حصل. وكذلك النقطة الأخيرة هي موضوع الاستشراف الخطر الوجودي مثل ما ذكرت بموضوع يعني الأخيرة من الانسحاب الأمريكي. في حال انسحاب، هل موقف تركيا ستكون فقط عبر التفاهمات مع روسيا وإيران بسحب قصد إلى عمق أو ما بعد 30 كيلومتر، أم في حال الإخلال أو عدم إمكان ذلك اللجوء إلى عملية عسكرية؟ إذا أعتقد أن هذه المحاور الثلاث أو النقاط الثلاث أو الأربع هي أهم المحاور التي تهمنا كسوريين وتهم أيضا وتلتقي مع اهتمام الأتراك، وأعتقد أنها ستلقي بظلالها على أستر. نعم، أختم معك أستاذ أحمد في عجالة في ختام هذه الحلقة. البعض يتساءل، أو ربما الجميع، جميع السوريون يتساءلون الآن، هذه الجولة هي 22، سبقها 21 جولة. البعض يقول أما الآن أن تدرك المعارضة السياسية الآن أن أستانا هي أكبر خديعة أو أكبر خدمة قدمت لنظام الأسد، إلى ماذا أو إلى متى ستبقى أستانا؟ والله تبقى طالما الأطراف المعنية بدها. الأستانة هي مو لخدمة السوريين، أستانة هي لالتقاء الروسي والإيراني والتركي حتى ما يضربوا بعضهم. يعني بسوريا في زحمة كبيرة، زحمة كبيرة. أنا على حد علمي، على حسب قراءتي للتاريخ وقراءتي كتير كبيرة للتاريخ، ما في دولة في 10 جيوش أجنبية إلا سوريا، ما في. وأي جيوش، يعني أكبر دولتين في العالم روسيا وأمريكا، وأكبر ثلاث دول في المنطقة إسرائيل وإيران وتركيا. وتركيا، العدو الصهيوني مو إسرائيل.
نعم فأكبر 3 قوى في المنطقة وأكبر قوى في العالم كلهم موجودين في سوريا. إذا بدك يطلعوا مجموعة من السوريين ويحطوا كل هدول الـ10 عند حدهم ويفرضوا إرادتهم عليهم، فأنت عمال تتأمل شيء غير ممكن التحقيق. السوريين في وضع لا يسمح لهم بفرض إرادتهم على 10 دول أجنبية، هي أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل وإيران وتركيا، نعم إضافة إلى حزب الله وإضافة إلى البي كي كي وفروعه السورية، وهدول تنظيمات والميليشيات بحجم الإيرانية دول. ومن لف لفيفهم. إذا بدك سوريين يفرضوا إرادتهم على هالـ10 فأنت تطلب المستحيل، هذا غير ممكن. وأستانا ما معمولة لخدمة السوريين هي إطار لكي الدول الثلاثة من الـ10 يعني ما يضربوا بعضهم. هي إجت بعد ما الأتراك ضربوا طيارة روسية وكان روسيا راح تصير في مشكلة كبيرة بين الطرفين، فقال لك خلينا نقعد نلاقي إطار بحيث ما نتصادم بسوريا. فهي فكانت أستانة. ليست لخدمة السوريين، آخر همهم السوريين ونظامه معارضة. على فكرة المعارضة ما لها وزن في أستانا والنظام ما له ولا أي هذا ما وزن. وددت التنويه إليه أستاذ أحمد، أن ماذا تفعل المعارضة في أستانا إذا كانت كما تفضلت لا وزن لها؟ طلبوا منا تجي بتروح، ببساطة طلبوا منا انه تجي بتروح، ووجودها احسن من غيابها. على الاقل في شيء اسمه بالمشهد الان في شيء اسمه المعارضه السوريه، اذا ما بدك تجي بيصير الاجتماع بين تركيا وروسيا وايران والنظام. هل اجتماع بين تركيا وروسيا والنظام لوحدهم احسن، ولا تركيا وروسيا والنظام وايران والمعارضه؟ المعارضة بتقول لك لا، أنا وجودي أحسن، على الأقل في شيء اسمه معارضة. وهذا كله معارضة. تقطيع وقت، هذا كله ما هو شيء أساسي. يعني ما تخافوا إنه ما رح يطلع من أستانا شيء يقرر مصير الشعب السوري. لما بده يتقرر مصير الشعب السوري بده تكون قاعدة أمريكا وبده تكون قاعدة إسرائيل وبده تكون قاعدة الدول العربية. فهذا أستانا ما هو لتقرير مصير سوريا أبدا، وإنما لتمشاية الحال ولا ال تمشي مثل حكومة تصريف الأعمال. تمام. أستانا هي لتصريف الأعمال، الأمور الجارية، الشغلات البسيطة، وإنه ما وإنه تعكس الكلام اللي قلت لك إياه قبل شوي، نعم إنه شو هي موازين القوى حاليا، شو هي موازين القوى حاليا، وكل واحد بفرجي. هلا تركي رايح كتير مدعوم بترامب نعم ومدعوم إنه حزب الله أكل قتلة كتير كبيرة، وإيران كذلك. وكلهم هلا هو مدعوم، نعم بس بنفس الوقت الآن لأنه إذا راحت أمريكا وراح حزب الله من سوريا الـ10 صاروا 8، صحيح. فالوضع في سوريا كله بده يتكركب بده يهتز. وبالتالي الكل قلقانين، الكل نعم من في سوريا قلق على مستقبل سوريا، نعم ونحن طرف وصلنا منهم. لختام هذه الحلقة أستاذ أحمد. للأسف الوقت داهمنا وانتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام من مدينة غازي عنتاب التركية، المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عبد الناصر حوشان، شكرا جزيلا شكرا لك، لكم، حياكم الله. الأستاذ أحمد كامل الصحفي والكاتب السوري من مدينة أسطنبول، أيضا شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على كرم المتابعة. تجدد لقاؤنا بكم في الأسبوع المقبل بحوله وقوته. في أمان الله.